الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. محبي جنابنا الشريف أفراد أسرة المرحوم محمد خبي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فقد علمنا ببالغ التأثر بنبأ وفاة الفنان محمد خدي، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه. وبهذه المناسبة المحزنة نعرب لكم ومن خلالكم لجميع أصدقاء الفقيد ولأسرته الفنية الوطنية عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة في رحيل ممثل مقتدر مشهود له بالإبداع والعطاء في خدمة الفن المسرحي والسينمائي المغربي. وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، لندعوه تعالى أن يرزقكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتقبل الراحل في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم بين يدي ربه من جليل الأعمال. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وحرر في يوم الثلاثاء ثالث محرم 1441 هجرية الموافق لثالث شتنبر 2019 ميلادية محمد السادس ملك المغرب. عطاو حقه في الكلمة، عطاو حقه أصلا في التكريم وكرمو مزيان. يعني إحنا ما كناش كنساينو شي حاجة مادية، ما كنا كنساينو هاد الشيء اللي بغينا، فات كنا باغيين سميتو تمشي تبقى مستمرة خالدة. الحمد لله كما وعدونا بان راه غادي تكون هناك تدخلات باش يعطيو اسمو لشي مركب ثقافي، و انا كنشكر سورتو بزاف سي استاذ فنيش وصاحبتي اختي فاطمة زهراء أخرى اللي وقفوا معايا وقفه كبيره معانا حنا وقفه كبيره، ومنساش عمي واستاذ انور الجندي. صراحة لا تأثرت بزاف بهذا الشيء اللي قالوا، لأنه شو كله كان عارفه مي كنت باغا نسمعه ما سما بوكو كلمة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عاش مبتسم ومشى مبتسم الحمد لله. أنا اليوم هذا كنشكر كل شيء اللي حضر واللي ما حضرش هو، كنشكره بزاف على المواساة هذه، كنشكر حتى الجرائد الالكترونيه وكل شيء، كنشكر لنا كل شيء. كان هي نقول واحد الكلمه بان يمكن كل حاجه عندها 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 السلبيات ديال الايجابيات ديالها. على كل حال الجرائد الالكترونيه ولات كتساعد بعض الاحيان كتوصل شي حوايج اللي ما كتكونش هذه المعلومه عند كل شيء. كنشكرهم لان جاو واساو من الاولين، هما اللي كانوا حاضرين وساونا من لقيت من المستشفى، من المستشفى هما كيواسيونا صراحة الله، لأن دخل البداية دخل جوج مرات المستشفى في حالة يرثى لها. حضرات الجرائد الإلكترونية حضروا، من أي واحد تم الأصدقاء ديالو حضروا، وهما اللي يمكن شاعوا هذا الخبر ديالو، وكنشكرهم بزاف وكنشكر جميع الحضور اللي حضروا. واللي ما حضروش حتى هما كنشكرهم بزاف، لان كانت واحد المواساه واخا عن بعد، ولكن الحمد لله. وكنشكر سيدنا على التفات المولويه ديالو، لان اكلجت الصدر المشي ديالنا حنايا، مشي الاسره ديالنا ديال مدينه الساله وديال ديال ديال الفنانه كاملين. اولا كنشكر جزيل الشكر جمعيه ابي رقراق على هذه المبادره القيمه، وهي الحفل التأبيني ديال الفنان الكبير ديالنا المرحوم السي محمد خدي. وأقول شكرا جزيلا لصاحب الجلالة على الرسالة السامية التي أثلجت صدور أسرته وأثلجت صدور جميع المغاربة وأثلجت صدور جميع الفنانين، لأنه لا فرق بين فنان كبير أو فنان صغير، كلنا سواسية
فاحنا نحن كلنا ابناء صاحب الجلاله. فحقيقه ومن كل قلبي اشكره جزيل الشكر على الالتفات الكريمه التي عهدناه بها، ودائما يكون في المواقف النبيله، جزاه الله بالف خير. اليوم كنشوفوا حضور كبير ديال مجموعه من الفنانين اللي حضروا، اللي عاد ساقوا الاخبار، والحمد لله احنا يد واحده، يعني الفنانين لا الموسيقيين ولا الممثلين ولا رجال المسرح، كلنا سواسية. فالحمد لله انت كتشوف اليوم كاين حضور مكتف، ومره اخرى تعزيه لاسرته الصغيره والكبيره، ولجميع الفنانين ولجميع المغاربه في هذا الفنان الهرم الذي اعطى الشيء الكثير للفن في وطننا العزيز. تقول لنا استاذ محمد شي ذكرى عندك مع الراحل؟ عندي معاه ذكريات كبيره، لانه كبرنا في مدينه واحده وحنا ولاد مدينه واحده. انا ملي كنت باقي صغير شويه، لانه هو بدا قبل مني، كنت كنشوفه دايز، كنبقى نشوفه فيه تقولوا هو ذاك الممثل اللي تيكون في التلفزيون، ها هو. كان يعني شنقول لك، كان نخوة كيدوز. والشيء الجميل في السي خديوة هو كان متواضع، دائما موجود ودائما، فالله يرحمه والله ينزل عليه الرحمات. اليوم تنعيش واحد اللحظات من لحظات جد مؤثرة للفنان الفقيد الكبير السي محمد خدي اللي وفاته المنية مؤخرا. واليوم تنعيشوا هذا الحفل التهبيني اللي قامت به مبادرة ونبيلة جمعية أبي رقراق، واللي على رأسها سي نور الدين شمعو، مشكور جزيل الشكر على هذه الالتفاتة النبيلة. كما أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاهتمام ديالو وعلى البرقية التعزية والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلال للفنان محمد خدي. سي محمد خدي اللي عطى الشيء الكثير في المجال الفني، سواء على مستوى المسرح أو مستوى التلفزيون أو السينما أو الإذاعة، فهو أعطى الشيء الكثير وأغنى الخزانة الفنية بمجموعة من الأعمال الإبداعية الرائدة على مستوى التشخيص، وكذلك على مستوى التأليف، وعلى مستوى كذلك الإخراج. فسي محمد خدي اللي عاشر وعايش ثلاث أجيال، جيل الرواد وجيل الوسط وجيل الشباب، وعطى المشعل في آخر حياته. اللي جميل في هذا الفنان الكبير، عطى المشعل لجيل الشباب في آخر مسرحية اللي هي على سبيل المثال. فهذا اللي تعامل بها مع سي محمد الجم ككاتب، كما أنه تعامل مع أسماء ورموز فنية كبيرة. يا ليت الشاري بعد الموت مضار، الدار دار نعيم إن عملت أستاذي، وإنا لله وإنا إليه راجعون.